الورائعين عقلب واحد اجمعين حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. عمد بخير معنا الاخ فالح. فالح جيد ونعم كان مبارك العمر طيب. اخ فالح طبعا صمت في ايام صغرك يلا. وكيف هي صوم ايام الصغر؟ والله يا مصارف ابن بدر ولا ماشي لا خضرة ولا عزاء ولا واصلات الحمد لله فالحين نعم فرق يعني اختلاف كثير. اوه اختلاف اختلاف. طيب العاب العاب اول ايام زمان كيف؟ ماشي العاب الافراد شعاطية ذيك عصبونا وحلفون بس ما شاء الله حياك الله حياك الله كيف حالك؟ طيب انت بخير من الاخ؟ طيب ما شاء الله يعني. طبعا برنامج اسمه برنامج الناس في رمضان يبث عبر اليوتيوب ان شاء الله اذا كان يوتيوب تمام. وكيف الصوم صومكم انت يعني في مبله المحيرة والقارة يعني يعني من ايام الصبح ايام الصبح طبعا هنا؟ ايوه والله الحمد لله الامور كلها تمام كل شيء فجر. نعم كل شيء بايظ لكن لكن رمضان له نكهته وله العابه الخاصه خاصه مساء وين في العصر يا الله ينكرش الله ويجون الأطفال ويجي بعد الوضع منها اللي يقرأ في الخجوان. وتذكر أيام يعني أول مرة صبت على كم سنة؟ سنة يمكن دهين سنة يوم صمت أول ما صمت أول ما صمت طبعا مع 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 يعني منطقة بادية يعني بادية بادية حتى الفطور ما شاء الله ما هو بس بادي. واليوم ما شاء الله الحمد لله يعطيك شكرا ما شاء الله. الاخ اغتربت كيف صوم رمضان في المملكة وصوم من احنا؟ والله عند اهلك ما تكفى والله عند اهلك يعني من ناحية كل ناحية يعني من ناحية التيمع لكن من ناحية السفرة السفرة بغض النظر عن سفر ما سفر ان اقتناعية لكن عم الله جزاك الله خير على كل حال العفو منا كل عام وجاءنا حضور شعور عقلب واحد اجمعين حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. بارك في العمر طيب مبروك على الهادي ما شاء الله الله يبارك فيك ما تتمادوا عاده قريب ان شاء الله هم بسمي كذا والله ان شاء الله نحن لا نقف الاسامي فهمي سعيد عبد الواحد مقرا ما شاء الله صاحب محل مفروشات محل اسمه هو معرض النخل معرض النخل ما شاء الله المفروشات ما شاء الله يعني كيف استعدادكم ما شاء الله قبل شهر رمضان؟ والله الحمد لله كل شيء تمام ما شاء الله يعني وفرتوا ولا ما شاء الله وفرنا في بابا عاد بس معنا بعد كم ايام ان شاء الله ما شاء الله وفرنا عليك ما شاء الله. وكيف قبال الناس؟ والله الحمد لله تمام ما شاء الله الناس هو كذا حال كذا وحال كذا ما شاء الله لكن ما شاء الله شغل سابق الحمد لله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله وفرنا عليك الله يبارك فيك. قبل كم افتتح المحل ده يا فهم؟ والله يمكن دحين له 19 سنة ما شاء الله وفرنا 19 سنة من افتتاح مفروشات مفروش والامور سابره ما شاء الله الحمد لله. هل من يعني من منذ افتتاحه وانت تعمل في المحل ذا؟ لا للحين 11 سنه يعني. ما شاء الله ومن كان قبله؟ كان قبلي محمد حيدر ايوه في المرحوم عمر الله يرحمه والاخ خميس عبير غلقان ما شاء الله كلهم ذي قبلي ما شاء الله بعدين تستنى على 11 سنه معكم المحل واحده بس مفروشات بس هذا كله وفي مستودعاتنا فرع ما شاء الله سبحان الله الحمد لله يعني اقبال الناس كيف يعني ما شاء الله يعني قدام الشهر ولا العيد عليه اكثر؟ لا العيد عليه اكثر ان شاء الله. شعبان الحمد لله اشتغلنا ما شاء الله. ما شاء الله الحمد لله الله ما يكرمك. الله يرزقكم. طيب انا يعني قلنا لك الهديه ولا الحلوى حق المولود؟ ان شاء الله بتسمع. انت؟ والله ان شاء الله بنسمي الثالوث كذا ربوع ان شاء الله. على حد اسم كذا في راسك مشان اصحاب السعوديه يعلمون بتوع قدام طيب. والله نحن ان شاء الله في ثلاث اسامي بس بعاش بعاد يذكر على واحد الكبير ما شاء الله جنى جنى الله يبارك فيها ان شاء الله احنا نقول ان شاء الله نور لكن ان شاء الله عارف المهم الخبر معني عنده الحمد لله وحسب ما اشوف يعني ما عاد يجيبونه في السعوديه لا لا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله لو قلنا لك فيه شيء يقول انا نهايه البدايه انا نهايه البدايه لا أنا بداية النهاية. بداية النهاية. أنا بداية النهاية. بداية النهاية. ونهاية الزمان والإنسان والحيوان، فما هو؟ النون. الله يبارك فيه، حد قالها أكيد. إن شاء الله. هو من قالها؟
حد قال لك العيون دي راحت هناك؟ عندي لا 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 اكيد حد قال لك ما اعرف. لا لا الله يحفظك. على كل حال جزاك الله خير على هذا المقابلة. الاخ ابراهيم ما شاء الله ما شاء الله طبعا فريق عزم الطيبين ما شاء الله ما يقصر. ونعم الله عبد العافية صدق ما شاء الله. في كل فرح ما شاء الله سيكون موجود. صدق ما شاء الله الاستاذ محمد والاخ ابو صبري وابراهيم وعلى ما شاء الله والبشكه كلهم. جزاك الله خير. الله طيب كلمه توجيهيه ولا ما شاء الله ما تقول لحد اصحابه هناك في الخليج ولا في السعوديه والله بس الا سلام لهم بس وكل لكم سلام وشهر مبارك جميعا. عليهم ان شاء الله بارك الله فيك والعفو منك. العفو منكم جزاكم الله خير. حياك الله الله حتى بتعبنا في البدل مستمتعين نخدم حضرتنا ما شاء الله من هذه دكة ما شاء الله العسكول مع اخواننا محمد عمر وامين مبارك وفايز سعيد ونتمنى ان شاء الله تنال اعيابكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ندخل على الناس السرور نزرع بساتين وزهور ننشر أمل والمجتمع فينا فخور أحلى شعور وبروح حلوة رائعين عقلب واحد أجمعين حتى بتعبنا في البذل مستمتعين متطوعين للغير متعاونين بالخير نفيد حتى نستفيد كثير البذل عادتنا منه سعادتنا بالحب نغرس والحصاد كبير حتى بتعبنا في البذل مستمتعين